أحمد الشيخ، أحمد الشيخ النهارده بيشارك في المران الجماعي بعد ما تعافى من الإصابة. كان عنده كدمة في القدم، كان بيشتكي منها لما كان بيتمرن، والشكوى دي يمكن أبعدته فترة عن التواجد في التدريبات الجماعية. النهارده بيخضع لفحص طبي للتأكد من جاهزيته قبل ما يشارك النهارده وانتظامه بصورة طبيعية، وطبعا ده استعدادا لتحديات المرحلة اللي جاية. يمكن اللي كان موسيماني النهارده حتى يمكن كان بيتكلم معاهم فيها. صحيح. صحيح. طبعا كل نتمنى يعني شفاء كل اللاعبين على المستوى الاصابات، وكمان على مستوى الاصابات انتظم محمود وحيد. طبعا محمود وحيد كان غايب برضه للاصابه، انتظم النهارده في التدريب الجماعي في ملعب التتش. كانت احنا عارفين اشتكى من اجهاد عضلي خلال الفتره اللي فاتت، خضع لبرنامج تاهيلي واستشفائي، النهارده بيشارك في المران بيؤكد جاهزيته. ان شاء الله محمود وحيد ان شاء الله يكون جاهز في يعني نقول المعارك اللي جايه، اولها طبعا ابو قير الاسمده في دور الثمانية في كاس مصر، وان شاء الله يكون كمان متواجد كعنصر مهم جدا جدا في وجوده من خلال حتى تواجده، حتى لو كان موجود على دقة الاحتياطي، لكن بيمثل شكل قوي جدا للنادي الاهلي. محمود وحيد من اللعيبه المميزه واللعيبه اللي محتاجه كمان تاخد، وانا في اعتقادي لعيب مميز هياخد ماتشات كتيره ان شاء الله الفتره اللي جايه، ويكون سبورت طبعا علي معلول طبعا يعني لا غبار عليه، لكن لازم يكون عندنا اكتر من لعيب في نفس المركز على مستوى عالي جدا. نتمنى التوفيق لمحمود وحيد باذن الله.